بقى معانا درامز صوتها حلو، بس اللي انا انصحك بيه ان انت حاول ما تحطش لوبس الا لما تبتدي تبني المزيكا دلوقتي. تعال نشوف بقى الهاي هاتس. انا كده عملت حوالي يعني كده انا عملت بالانسنج شويه. حاجه من الحاجات الباترن نفسها بتاعت الهاي هاتس هي سهله لان هي تو ذا بوينت خالص، هي بتنزل في مكان محدد يعني، بس هي في نفس الوقت هي صعبه ان انت تطلع صوتها حلو، لان هي صوتها لما بتبقى كل مره نازله هي هي بالظبط اللي بيحصل ان الصوت نفسه بيبقى بورينج. الدرمز اللي بجد هي في الاخر هي دي درام ماشين، بس مش معنى ان هي درام ماشين معناها ان هي ما يبقى فيها منزوعه الحياه خالص، لا، في درام ماشينز بتحاول برضو تقلد الاحساس بتاع البني ادم هو بيلعب درامز مثلا. فالموضوع مش بيبقى 100% ماشين. زي ما اتفقنا مثلا البري شيفتد كلاب دي ما بتنزلش بالظبط على الوان، دي برضو ما نزلهاش بالظبط على الوان، كل ده عشان نقلد البيهيفير بتاع البني ادم وهو بيلعب، وبناخد صوت احلى في الاخر مع انها ماشين. يعني ماشين معناها ان الكيك بتاعتنا كونسيستنت، ما تلعبش في الكيك خالص بالذات لو هي هاوس، لازم الكيك تنزل بالظبط زي الساعه لان هو ده اللي بيست الريتم، لازم يبقى في حاجه سوليد يعني نرجع لها في الاخر كمستمع، يعني لازم يحس ان في حاجه ثابته كونسيستنت. لكن في حاجه تانية لازم ممكن تبقى يبقى فيها شويه لعب. فالطريقه ان احنا ممكن نعمل بيها هاي هاتس صوتها حلو، هي طبعا ليها طرق كتير قوي، في طرق احسن شويه من طرق من حيث الاصوات، وفي طرق تانية اصلا ممكن نعمل بيها درمز برضو هوريها لكم. كل طريقه ليها ميزه وعيب على وجهه نظري يعني. فاحنا ممكن برضو نشوف ازاي ممكن نحسن شويه الهاي هاتس لو احنا بنرص سامبلز كده على البرنامج فوق بعض وعايزين نلعب في كل حاجه فيجولي من هنا وان احنا شايفين. اول حاجه ممكن نعملها ان احنا نحاول نفاري شويه في الامبليتيود بتاع الاصوات الهاي هاتس سامبلز دي، يعني كل شوت من دول متكرر فالصوت هيفضل ثابت، فعلشان الصوت يبقى مش متكرر فاحنا ممكن نخش على السنريه دي مثلا ونعمل نقلل الجيم بتاعها مثلا 1.5 دي بي، وممكن نلونها علشان اعلمها يعني ان دي مختلفه عن دي، وممكن ناخد دي برضو نحطيها مثلا 2 دي بي مش بحيث تبقى فرقة يعني. ممكن اكتفي بكده، لو انت عملت too much variations برضو الموضوع هيبقى غريب، فانت ممكن تكتفي بكده وتاخد اول واحدة دي. انا اكتفيت من ان غيرت اتنين بس، تاخد اللي في النص دي، تاخد اول واحدة دي. انا حسيت برضو ان دي لسه برضو محتاجة تنزل يعني، لا انا رجعت في كلامي، فدي ممكن اخليها حاجة كده. الفوليوم برضو ممكن يبقى يعني هو المفروض يبقى عشوائي، يعني هو المفروض ان فكرته الفوليوم يتغير بطريقة عشوائية، ممكن بعد كده نكرر الباترن دي. لو ما تلاقي باترن كويسه كررها. ممكن بقى ساعتها نستعين بحاجات اضافيه، احنا ممكن نحط الاوبن هاتس. طبيعي ان انت بتحط اوبن هاتس في اخر كل 4 بورز 8 بورز على حسب الاستراكشر بتاعك مش ازاي، بس انا عملت هنا باترن، الباترن دي 8 بورز فحطيت هنا اوبن هاتس. تعال نسمعها. في بقى طريقه تانية احنا ممكن نعمل بيها الهاي هاتس، ودي طريقه ادفانسد شويه، ان احنا ممكن نحط الاوديو ده على حاجه اسمها سامبلر. سامبلر ده بنحط فيه سامبلز، والسامبلز دي بتتفرش على الكيبورد على الكيز بتاعتنا، ونقدر نلعب بيها يعني. ممكن نلعب طبعا بايديا وممكن ارسم على البيانو رول. فتعال نشوف هنعمل ده ازاي هنا على ابلتون. بنفتح البيانو رول كده، انا عملت جبت انا الديفايس اللي هو سامبلر ده، لو دوست على الميدل سي هلعب لي النوتة الأساسية بتاعت أو السامبل الفريكونسي الأساسية بتاعت السامبل. لو اتحركت، لو لعبت نوت أعلى هيبتدي شيفت البيتش والتايم بتاعت فيبقى صوتها غريب جدا يعني. بس ده كويس لأن احنا ممكن نلعب ده كده شيفتد فريكونسي، يعني كده التايم والشيفت والفريكونسي لما بنزل عن الرينج الطبيعي بتاعها اللي هو ميدل سي يبدأ صوتها يبقى ستريتشت، بيبقى اغمق شويه او اغلص شويه. فاحنا ممكن نستفيد الموضوع ده للادفانتج بتاعتنا. فممكن لو جبنا هنا ميدل سي وعملنا كده ممكن نقلل الجريد لاينز دي ونحطها هنا. انا دلوقتي عايز اقفل الهاي هاتس بتاعتنا عشان ما يلعبوش مع بعض، وممكن نعمل كوبي كده. ميزة ان احنا ممكن نعمل اللي احنا عملناه في الاوديو ده بس طريقة اسهل بكتير، ان احنا عندنا هنا velocity، velocity دي نقدر نتحكم فيها بمزاجنا، ممكن ندرج كده هنا. وحاول ما تعملش too much variation، يعني انا بكتفي باربعة. اول واحدة بحسها دايما عالية شوية لان انا
بوطي كده بأي كلام، فممكن أعمل برضو فاريشن هنا، يبقى كل 8 عندي شكل. لاحظ إن في حاجة غريبة شوية عاملها بإيدك. حاجة تانية ممكن نعملها إن إحنا ممكن نشفت شوية السامبلز، ما تبقاش بالظبط نازلة بالظبط مع بعض، يبقى معمولة بشكل عشوائي شوية. ممكن تبقى حلوة ممكن تبقى وحشة، هنشوفها يعني. بس ساعات بتنفع، بناخد نفس المنظر ونإيه نكرره بالظبط. كمان في ميزة في موضوع السامبلر ده، إن إحنا ممكن نتحكم برضو في اللينث بتاع السامبل. إحنا ممكن نقفل كده خالص، بحيث ما تبقاش قطعة رهيبة يعني. طبعا في طرق كتير نعمل بيها الموضوع ده، في تول اسمها LFO ممكن برضو نعمل بيها الموضوع ده بشكل كويس، بس ده يعني مش موضوعنا دلوقتي، احنا نكتفي بده. ممكن في طريقة تانية ان احنا نعمل بيها الشيفتنج ده في التايم، عشان نخلي الموضوع انترستنج او حي اكتر. ممكن نرجعها تاني زي ما كانت، نعملها كوانتايز بالظبط على الستارت والاند، معناها البداية والنهاية يبقوا ايدنتيكال. ممكن نعمل حاجة اسمها بان راندوميزيشن، البان ده اللي هو يمين وشمال، ده كده يمين، ممكن نبعت الصوت شمال، ممكن نبعت كله يمين. دي بتبقى حلوة بالذات لو في اكتر من هات موجودة، واوريكو برضو ازاي. فهنا في ابلتون طبعا ده يعني حاجة خاصة بالبرنامج اللي بشتغل بيه، ان انت ممكن تعمل راندوميزيشن، تخلي البرنامج يبان شوية السامبلز بنسبة معينة. مثلا هعمل هنا بنسبة 26%. الميزة ان هو وزع الصوت شوية على السماعتين، بحيث ان هو ما يبقوش بالظبط على السنتر. ايه تاني ممكن نعمله؟ ممكن نختار جروف، ودي حاجة برضو يعني هي موجودة في برامج كتير، يعني ان اي ميدي اوبريتور بيبقى ممكن يبقى تجيب جروفز جاهزة. الجروفز دي بتقلد ريثمز معينة موجودة، ريثمز دي ليها شكل ايقاعي معين، بيبقى فيه شوية شفل او شيفت في التايمينج بتاع الحاجة، ما بتنزلش بالظبط، وبيبقى فيها اختلاف في الداينامكس بتاعت العلو والصوت نفسه من كل هيت. فمثلا لو جبنا جروف هنا، في هنا ابلتون مدينا جروفز كتير، الجروف بتاعنا او البيت بتاعنا هو عبارة عن النوتة بتاعته بتلعب 8th note، فاحنا ممكن نختار اي حاجة 8th وتدينا منظر صوت مختلف شوية على اللي احنا عاملينه من حيث التايم ومن حيث الداينامكس. اختار الجروف ده مثلا كونتايز 8 ده نجربه، بعد كده بنعمل هنا كوميت، كده بنختار ده كده. دلوقتي انا اخترت الجروف ده اللي هو كونتايز 8 ده، هو لعب شوية في التايمينج، انا برضو غيرت شوية في التايمينج بتاعه وخليته راندوم شوية، خليته راندوم 2%، الفيلوستي حوالي 16% وكونتايز حوالي 88%، ممكن نخليه اكتر ونجربها تاني ونشوف. نكون نسلكت هنا، ممكن الموضوع بقى في الاخر مش لايق، بس انت ممكن تعدل برضو بايدك، تحاول تاخد فكرة الجروف من غير ما يبقى اوف قوي يعني، ممكن تعدلها كده يعني، مثلا دي ملهاش لازمة، ممكن نعمل كده. ممكن برضو الداينامكس دي حلوة، بس انا عايز اعليهم كلهم. دي مثلا عليت زيادة، ممكن نعطيها. انا كده مبسوط كده يعني، شايفها لذيذه جدا. احنا ممكن بقى نزود حاجات خفيفه يعني، مثلا ممكن، ودي ميزه، دي ميزه الشيفتنج بتاع ان احنا معانا بيانو رول والسامبل بترفع او بتدخن لما بنحركها هنا، فاحنا ممكن نعمل اصوات، ممكن نعمل فاريشنز اصواتها حلوه يعني. يعني ممكن نعمل حاجات حلوه، مش لازم ننط على طول على اللوبس وكده، احنا ممكن حاجات بسيطة قوي. ممكن بقى نجيب لوب تملى بقى الفراغات يعني لو احتاجنا، او نحطها في حتة تانية لما الاغنية تسخن. ده برنامج تبع ويب سايت اسمه سبلايس. سبلايس ده برنامج عليه ملايين من السامبلز واللوبس وكده، وانت بتشترك عليه وبيبقى ليك اكسس على اصوات كتير جدا. فاحنا مثلا جبنا هنا، حددنا التيمبو بتاعنا مثلا هي 128، حددنا جونرا ان هي هاوس، حددنا ان هي درامز توبس هاوس، وندوس بلاي ونسمع ونشوف لو في حاجه عجبانا ممكن نضيفها.
اهم حاجه وانت بتختار السامبلز او تختار اللوبس اللي انت هتحطها، ميك شور ان هي اللوب دي داخله تضيف مش داخله تزاحم. يعني لو في اصوات مشتركه قوي ما بين اللوبس وما بين الباترن اللي انت عاملها، فلو هي عجبك قوي خدها وبعد كده ابتدي امسح الحاجات المشتركه، ودي برضه هنتعلمها بعدين. بس انا مثلا لقيت صوت زي ده، ده نوعا ما بيكمل الموجود، بيملى الفراغات كويس بصوت ما فيهوش هاتس، فهو مش هيزحم الهاتس، فانا شايفه صوت كويس فممكن اجيبه. لما جينا نشغل كده كل حاجه مع بعض، بقى معانا درامز صوتها حلو. بس اللي انا انصحك بيه ان انت حاول ما تحطش لوبس الا لما تبتدي تبني المزيكا دلوقتي. يعني انا يعني لو هعمل مزيكا بجد انا هقفل ده واشوف انا عايز اعمل ايه، شوف انا عايز اعمل مزيكا عامله ازاي، ابتدي بقى افكر في كوردز ميلوديز. لو انت عايز تبدا بالدرامز يعني بالذات الحاجات اللي ماشيه على يعني 1/16 نوت زي دي مثلا، فيها الباترن دي اولا هي بتصح الاغنيه قوي، يعني بتخليها انرجيتك قوي، فممكن تحددك ان انت تعمل موسيقى كده. لكن ده ممكن تحطه ليتر، لكن انت ممكن تعمل مزيكا هاوس بتبقى تشيل خالص، تبقى يعني مينيمال ويبقى فيها فراغات كتير مش لازم فيها ده، فدي بتخليك دي بتحجمك، يعني بتخليك محدد ان انت لازم تعمل موسيقى معينه في الهاوس. يعني لما تيجي تقفل ده بيديك مساحه ان انت ده البيت بيسك خالص تبتدي تبني بيه اي اغنيه في الدنيا، ده تحطه ليتر. بس لو ده هيخليك يعني هينسباير يو ان انت تعمل مزيكا احلى او تالف مزيكا احلى، تمام. بس انا حبيت يعني اوريكم الفكره. طبعا في حاجات كتير ممكن نعملها في البيت عشان نخليها مور بروفيشنال عن كده، بس انا حبيت يعني ده اول درس في الدرمز، يعني حبيت ان هو يبقى يعني تو ذا بوينت ويجمع افكار، يعني اهم افكار خالص في البيسكس بتاعت الدرام باترن. نشوفكم بقى الحلقة الجاية.